أصدقائي أولياء الأمور الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم. معنا النهاردة في تسجيل الفيديو دوت exercise sheet يعني لثيرد جريد، الصف الثالث الابتدائي، ومعنا بعض الأسئلة الكتيرة جدا على rewrite، ومعنا كمان عن الديالوج والreading comprehension. طيب خلينا كده نبتدي بالrewrite، قاعد كتابة الجملة. أسئلة الrewrite سهلة وبسيطة، ولكن الطفل لازم يبقى فاهم هو هيعمل ايه في السؤال اللي ما بين الاقواس ده، انا بستخدمه ازاي. يعني مثلا لو بصينا كده على اول جملة بيقول I was very busy yesterday، انا كنت مشغول جدا امبارح. فبين الاقواس بيقول not، not دي بتيجي مع نفي الفعل، انا عايز انفي الفعل، فهبص على الفعل اللي موجود في الجملة، هل هو فعل في الماضي؟ هو فعلا فعل في الماضي، ولكن فعل verb to be في الماضي اللي هو was aware. احنا عارفين بننفي was aware ازاي، بنحط بعدهم not. فانا هقول نفس الجملة تاني، ولكن هحط بعد was not، فهقول I wasn't very I wasn't very busy yesterday، انا ما كنتش مشغول جدا امبارح. يبقى نفس الجملة بكتبها، بس بقول I wasn't، نفي الماضي بتاع verb to be، ولو were تبقى weren't. سؤال سهل وبسيط. The weather، السؤال رقم 2، The weather was sunny yesterday، الطقس كان مشمس جدا امبارح. How، how بتيجي بمعنى كيف. طيب كيف كان الطقس، برضو was، ما حدش بقى يتلخبط من الأولاد ويقول did. الجملة ما فيهاش أي فعل تاني غير was اللي هو فعل يكون في الماضي، فأنا هسأل السؤال هقول how يعني كيف. بعد how بتيجي دايما الفعل بيسبق الفاعل، في السؤال دايما الفعل بيسبق الفاعل، فهقول how was the weather yesterday، وهاو بتسأل على كيف أو إزاي، يعني how was the weather yesterday، هو الطقس كان عامل إيه إمبارح؟ الإجابة sunny، بس عشان تكون إجابة صحيحة بقول the weather، الطقس was، يبقى في الإجابة الفاعل اللي هو the weather، ولو شلناها نحط مكانه it، وبعد كده بيجي الفاعل اللي هو was، وبعد كده sunny yesterday. Were the boys in the music room؟ سؤال رقم 3، Were the boys in the music room؟ Yes. Yes دي لما بين الأقواس بتستخدم لإيه؟ لإجابة على السؤال. هقول yes، ممكن أقول yes the boys were in the music room، الفاعل بعد yes، شيل the boys دي كمان، ممكن تحط مكانها إيه عشان هم جمع، هقول they، يبقى yes they were، أيوة هم كانوا. طب ليه قلنا they were؟ لأن هم the boys، ما أنا ممكن أقول the boys were. طب ليه قلت مع the boys were؟ عشان هم جمع، ولو شلتهم هتبقى they، يبقى they were in the music room. طيب they are، هم حاليا دلوقتي at the restaurant، they are happy، دول جملتين وبيقول لي استخدم ما بين قوسين yesterday. yesterday بتدل على الماضي، يبقى هكتم نفس الجمل بس هحط الفعل في الماضي. هنا بيقول they are، هي are بتتحول في الماضي لايه؟ ل where، لان they are في المضارع بتبقى they were في الماضي، فهقول they were، هم كانوا at the restaurant، هم كانوا في المطعم، they were happy، هم كانوا مبسوطين. طيب نروح للسؤال رقم 5، انا بحاول اكون سريع شوية عشان معنا اسئلة كتير. السؤال رقم 5، I was at school yesterday، انا كنت في المدرسة امبارح. where، اين، بتسأل على المكان، المكان موجود اهوت at school، يبقى هشيله من السؤال، اكيد مش هسأل عن حاجة وهحطها في السؤال، يبقى هبتدي بأداة الاستفهام بتاعتي اللي هي where. طيب اين كنت انت، الملاحظات بقى اللي موجودة عندنا ال was، I was اللي في السؤال، اللي في الاجابة قصدي، تبقى ما في السؤال تتحول ل where you. ليه؟ لان you اللي في السؤال بتتحول ل I، و I في الماضي بتاخد was، الكروس اللي الناس بتفكر بيه دايما اهوت موجود. فاحنا عايزين بس نحفظ قاعدة عامة كده، I was اللي في الإجابة هتبقى في السؤال where you، يبقى where were you yesterday.
انت كنت موجود فين امبارح؟ Where were you yesterday؟ الإجابة I was at school yesterday. طيب رقم 6 number 6 sports lesson was at 2 o'clock. حصة الألعاب أو درس الألعاب كان الساعة 2. When بتيجي بمعنى إيه؟ متى؟ لازم الطفل يبقى عارف أدوات الاستفهام دي. أدوات الاستفهام لما بتيجي في أول السؤال الإجابة بتاعتها مستحيل تبتدي بيس ونو. هنا جملة خبرية، أنا بقول حصة الألعاب كانت الساعة 2. When يعني متى؟ يبقى when was زي ما احنا قلنا بعد when يجي الفعل قبل الفاعل. When was the sports lesson؟ sports lesson هو امتى كان درس الألعاب؟ الإجابة 2 o'clock. ما ينفعش أحطها بقى في السؤال لأن أنا بسأل عليها أساسا. طيب yes she was very tired. number 7 was لما بتيجي كده وانا عندي اصلا يس ونو يبقى لازم ابتدي بها السؤال. هقول ايه؟ ايوه هي كانت متعبه جدا. هل كانت متعبه جدا؟ يبقى was، وزي ما احنا قلنا ده الفعل يعني، فهقول was she، خلاص الفعل جه يبقى احط الفعل بعديه. was she very tired؟ هي كانت متعبه جدا. هقول yes she was very tired. يبقى was she very tired؟ yes. السؤال اللي بيبتدي بواز الإجابة فيها واز، والسؤال اللي بيبتدي بواز لازم تكون إجابة السؤال دوت بتبتدي بيس يا بنو. طيب No the girls weren't in the playground. لأ البنات ما كانوش موجودين في حوش المدرسة أو في فناء المدرسة. Where اللي هي هل كانوا، وطبعا girls جمع، فنفس الفكرة هنقول Where the girls، جه الفعل اهوت اللي هو فعل يكون في الماضي. Where the girls in the playground، هم الولاد او البنات كانوا، البنات كانوا في حوش المدرسة. No لا the girls weren't in the playground. طيب Yes I did، ايوه انا عملت كده. I visited my grandfather last week، انا زرت جدي الاسبوع اللي فات. Did برضو نفس الفكرة، السؤال لازم يتكون بدايته بديد، هتكون الإجابة يا يس يا نو. فالطفل لازم يبقى عارف أما يلاقي يس أي ديد وبيقول له اختار ما بين قوسين واستخدم ديد، يبقى لازم يبتدي بيها سؤال. طيب بيبتدي السؤال بديد واللي هو الفعل المساعد، وبعد كده بجيب يو. طب ليه قلت يو؟ لأن أي اللي في الإجابة بتتحول ليو في السؤال، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا عليها. لو أنا بقول لك ديد يو، هل كنت أنت كذا كذا كذا، هتقول لي يس I did أو no I didn't. Yes I did أو no I didn't. فأنا بقول لك did you visit. ليه قلت visit وما قلتش visited؟ لأن did جت وتعبر عن الماضي. أدام جت did في السؤال ما ينفعش الفعل نحط له ed، يبقى did you visit your grandfather، هل انت زرت جدك last week؟ Did you visit your grandfather last week؟ هل انت زرت جدك الاسبوع اللي فات؟ طيب number 10 I play tennis every day، انا بلعب تنس كل يوم. last week، last week بتدل عن الماضي، يبقى الفعل لازم يتحط في الماضي، واحنا عارفين اللي play ده فعل من الافعال الريجولار فيرب الافعال العادية، يبقى هنحط له ed، هنحط له ed، فهنقول I played tennis last week، بدل every day بقى كل يوم هخليها last week، يبقى I played tennis last week. طيب عندنا كمان the giant opened the door، العملاق فتح الباب، بين قوسين عندنا who. طيب اما تيجي who لازم احط بعدها، عندنا طريقتين لحل السؤال ده، يعني اما تبقى موجودة who لازم بعدها نحط did لان الجملة في الماضي، يبقى لازم احط did عشان انا شايف open، يبقى who did open the door، مين اللي فتح الباب؟ لا ده من جملة في الماضي، يبقى اقول who did open the door، وكمان في اجابة تنفع who، ما نحطش did ونحط الفعل في الماضي، who opened the door. الاتنين صح وما فهمش اي مشكلة. who did open the door، who did open the door او who opened the door. طيب number 12 Jack's mother pushed،
the beans out of his hand. مامي جاك خبطت ايده بقوة، دفعت بقوة الحبوب من ايده. Not دايما بتيجي للنفي، يعني انفي الفعل. طب انا لقيت هنا الفعل pushed في الماضي اللي هو اخره ed. نفي الماضي، ودي حاجة لازم نبقى عارفينها، عبارة عن اي فعل في الماضي عايزين ننفيه بنحط didn't والفعل في المصدر. يعني الفعل اللي عندي هنا pushed، يبقى احط الجملة هي واقول بعد الفاعل didn't push، رجعت الفعل لمصدره بعد didn't، لان didn't ما بتحبش معاها الاي دي. فهنقول نفس الجملة اهي زي ما هي موجودة عندنا، هقول mother او Jack's mother didn't push the beans out of his hand. ما دفعتش حبوب دي من ايده. Jack's lived in a small town. Jack's عاش في مدينة صغيرة. Where يعني أين؟ يبقى بدور على المكان، والمكان عندي small town، يبقى هقول where did. ليه قلت did؟ لأن الفعل في الماضي وبعد where يجي did. Jack live. ليه ما قلتش lived؟ عشان بعد ما يجي did لازم الفعل يبقى في المصدر، وادي الإجابة a small town. Did the giant live in the castle؟ هو العملاق عاش في القلعة؟ Yes. Yes، يبقى هي الإجابة بتاعت السؤال دوت هبتدي بيها. طب العملاق دوت يعني حد موجود، هنشيله ونعوض مكانه عنه بضمير، هقول إيه؟ هقول yes he did، أيوة هو عمل كده، أو no he didn't، لا هو ما عملش كده. طيب the plane is faster than the motorbike which بتيجي بمعنى أي، بتستخدم عشان أقول أي الأسرع. Which مين الأسرع؟ ففي السؤال بتاعها بيكون which is faster، بتقول بالظبط كده، مفيش بقى faster than. faster than دي في الإجابة، أما بقارن بين حاجتين وأحط الصفة ومعاها ER وبعد كده than، لكن هنا which is faster، راح حاطط علامة استفهام وراح مختار الحاجتين، the plane الطائرة or the motor bike. طيب ده كده بالنسبة لي ايه الأسرع، which is faster the plane or the motorbike. طيب number 16 the horse is big the elephant is bigger، الحصان كبير ولكن الفيل أكبر، عايزك تستخدم than. يبقى بقارن بين حاجتين، دول جملتين منفصلين هحطهم في جملة واحدة، هقول the elephant. احنا عارفين اما قارن بين حاجتين اول حاجة عندي هجيب the elephant، ماله بقى is، محدش ينسى is، الأولاد دايما بتنساها، bigger than the horse. ادي الشيئين او الحاجتين او الشخصين، هنا عندنا شيئين حيوانين اهمت، the elephant with the horse، وبعد كده حطيت verb to be اللي هو is bigger than the horse. طيب the mouse is small the ant is smaller. تتحل ازاي دي بقى؟ وبيقول لي smaller than، بقول الفار صغير ولكن النملة أصغر، يبقى بقولها إزاي؟ بقول the ant النملة is smaller than the mouse، أهي is وبعد كده smaller وبعد كده than smaller than. طيب يعني إحنا بنحاول نخلص الري رايت عشان بس الفيديو وقتنا. يعني رقم 18 I am 1 متر 50 سنتيمتر، هاو تول، ما طولك؟ احفظ بقى الحاجات والمصطلحات دي. الإجابة بتقول I am، أنا أكون، متر و50 سنتي. I am اللي في السؤال، اللي في الإجابة بتتحول ل are you في السؤال، يبقى هقول هاو تول are you. are you اللي في السؤال بتتحول ل I am في الإجابة، لو جات لك في الإجابة I am يبقى هي في السؤال are you، ده المضارع. طيب number 19 the room is 3 meter long، الأوضة دي طولها 3 متر، يبقى how long، وبتكلم على الروم يبقى هقول is. how long is زي ما احنا قلنا بعد أداة الاستفهام بيجي الفعل على طول، how long is the room، الإجابة 3 متر، the room is 3 meters long. طيب not the workmen العمال used nails and hammers، استخدموا المسامير والشواكيش.
not نفي الماضي، هنا عندنا used هنحط زي ما احنا اتفقنا didn't وراها الفعل في المصدر. نفس الجملة هقول العمال the work men didn't use، واروح قايل nails and hammers، didn't وراها الفعل في المصدر didn't use. طيب the boys fetched water from the river. Who من من بتدور عن الفاعل العاقل، مين اللي قام بالحدث، مين بطل الجملة؟ عندي the boys هم اللي عملوا القصة كلها، هم اللي راحوا جابوا المية من النهر. هقول who، ممكن اقول على طول who fetched water from the river او who did، وبعد كده اقول ما بما اني ادور على الفاعل يبقى مش هكتبه، يبقى who did fetch the water، مين اللي أجلب الماء؟ ليه قلت fetch ما قلتش fetched؟ لأن did get وبتعبر عن الماضي وما ينفعش أحط الفعل بعدها ed. طيب رقم 22 number 22 yes the girl is skipped with a rope did، زي ما اتفقنا did ده بداية السؤال اللي إجابته بتبقى يا yes يا no، يبقى هبتدي بيها السؤال، هقول did the girls skip، مش skipped بقى أدام جت did يبقى الفعل في المصدر، did the girls skip with a rope، هي البنات كانت بتنط الحبل. طيب يبقى دي كده كمان فهمنا اللي did بتبقى بداية السؤال لأن الإجابة عندي فيها يا yes يا no. عندنا كمان رقم 23 I walked to school yesterday، I walked to school yesterday، أنا مشيت للمدرسة امبارح. when إمتى مشيت؟ يبقى أقول when did you walk to school، انت مشيت للمدرسة امتى؟ الاجابة yesterday لانها بتدل على الزمن، يبقى when did you walk to school، when حطينا did لان الفعل في الماضي وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل الاساسي لان ده فعل مساعد، when did you walk to school، وممكن اقول when walked you to school، when did you walk to school. طيب yesterday the girls play basketball، البنات لعبوا كرة القدم، هقول the girls البنات، عايزين نحط الجملة في الماضي play نحولها للماضي تبقى played basketball yesterday في الماضي. طيب عندنا آخر سؤال 25 25 did the workmen cook in plates، هم العمال أو الستات workmen cook in plates، هقول no لا، يبقى دي إجابة على السؤال دوت، هقول no they didn't، أدام السؤال بيبتدي بديد يبقى الإجابة فيها did. طب ليه قلت they، ليه ما قلتش no she didn't، عشان هما work، عشان هما sorry woman woman مش woman، مش امرأة واحدة، دول سيدات كتير ف woman. يعني حاولت أعمل الفيديو بطريقة سريعة عشان نجاوب على ال 25 يعني rewrite questions، 25 سؤال بتوع الرايت، أتمنى يكون الفيديو واضح يعني، ولو استفدتوا حاجة كويسة، لو استفدتوا بشيء قليل يعني، وأشكركم شكرا جزيلا، وإن شاء الله نكمل في فيديو تاني موضوع الديالوج. أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم.